دائما قلق الانسان هو حاله المرض، ودائما اكبر قلق الانسان هو تشخيصه للمرض ووصفه للدواء. اكيد سامع بمقوله الوقايه خير من الف علاج. شو هي هيدي الوقايه وشو هي طرقها؟ ولا ما حكوا عنها او بيعترفوا فيها؟ خليكن معي. الشيء يلي معودين عليه اليوم هو مين اشطر دكتور او شو احسن دواء. خليني بلش بالخلاصه قبل ما احكي بصلب الموضوع. ليه ما في دواء موحد لجميع الناس؟ لا أصحاب شركات مصنعي الأدوية هن أكتر ناس غنى؟ خلينا أقول لك، يمكن عم نعيش بزمن أنه الطب متقلب مثل السياسة. رح فوت بالموضوع ما يقلق الطب الحديث، ويلي هو الحجامة. هيدي الكلمة الكفيلة يلي بتحسس الطب الحديث بالخطر وتوصيله لفضائح ولخسائر مادية كبيرة. ليه لما تقول لدكتور شو رأيك بالحجامة بصير يطلع لك حجج وبراهين وبتبدأ تبين عليه علامات الارتباك. خلينا أعرف شوي عن الحجامة. الحجامة هي العلاج عن طريق مص وتسريب الدم عن طريق استعمال الكؤوس، وبكون بطريقتين، الحجامة الرطبة والحجامة الجافة، وهي طريقة طبية قديمة كانت تستخدم لعلاج كتير من الأمراض. علمياً انتقدت الحجامة بكونها علماً زائفاً وممارستها دجل على الرغم من الادعاءات بمساهمات بعلاج بعض الحالات كارتفاع الحرارة وألم أسفل الظهر المزمن والشهية الضعيفة وضعف الهضم وارتفاع ضغط الدم، الأنيميا، الصداع النصفي، الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، مشكلات الخصوبة مثل التأخر بالإنجاب و و و وكتير غيره. أماكن الحجامة. اختيار أماكن الحجامة بيعتمد على الفائدة من العلاج، حيث يتم غالباً استخدام الأماكن التي بتحتوي على العضلات بشكل وفير مثل الظهر، وهو أكثر مكان مستخدم لتطبيق الحجامة. بيتبعوا الصدر والبطن والأرداف والسيقان كأكثر أماكن الحجامة استخداماً. تمنع الحجامة قطعاً عن الأشخاص يلي بيعانوا من مرض السرطان، فشل الكلى، فشل الكبد، أمراض القلب، نزيف الدم المستمر. كما تمنع الحجامة عن الأشخاص يلي بيستخدموا جهاز لتنظيم ضربات القلب. هلأ يمكن حدا يسأل فيكن على أساس الحجامة علاج؟ صحيح، بس ما تنسى هي كمان وقائية من إصابة بهالأمراض. يعني عمل الحجامة بأوقاتها هي وقاية بحد ذاتها من جميع هالأمراض الموجودة بعصرنا هلأ. خلينا نحكي عن شو رأي العلم الحديث. مثلت الحجامة جزء أساسي من الممارسات الطبية التقليدية بالعديد من المجتمعات، إلا أنه بعد أنه انتشر الطب الغربي ببلاد العالم أجمع تراجع استخدامها، فظلت مجرد ممارسة تقليدية، وظل الأمر كذلك حتى سنوات قليلة ماضية، وخاصة بعد ما فشل الطب الحديث بعلاج العديد من الأمراض، وبعد أنه تم اكتشاف العديد من التأثيرات الجانبية للعديد من الأدوية الكيميائية، بدأت العديد من ممارسات الطب التقليدي بالانتشار أو ما يسمى بالطب البديل، وبتم الآن تعليمها، وصدرت عنا كتب ونشرت عنا مقالات على صفحات الإنترنت كجزء من حركة الطب البديل، لكنها ما دخلت حتى الآن بالكتب الطبية الحديثة كطريقة علاجية، وحتى ما بتتوفر عنا دراسات وفق المعايير العلمية الحديثة. فوفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، الدليل العلمي الموجود لا يدعم الحجامة كعلاج للسرطان أو أي مرض آخر. مثل العديد من الطرق العلاج التقليدية، قد يصعب القيام بتجارب طبية التي لا تأخذ في اعتبارها الآثار الإيحائية. حتى أكد كل من سيمون سينغ وإدزارد إرسنت بكتابهم يلي نشر عام 2008 أنه لا توجد أي أدلة علمية تدعم وجود آثار إيجابية لعلاج أي حالة طبية بالحجامة. كتير من الأحيان ما يصاحب العلاج بالحجامة العديد من المخاطر لأنه بيتم ممارستها من قبل أشخاص لا يتمتعون بخلفية طبية. تشير الأبحاث إلى أنه هيدي المخاطر تشمل التوسيع الوعائي وتمزق الأوعية الدموية والاستسقاء. من الجدير بالذكر أنه الأشخاص يلي بيعانوا من السمنة المفرطة أو النحاف المفرطة أكثر عرضة لتلك المخاطر، ولهذا تعرضت أساليب العلاج بالحجامة للنقد من تجاه معارضي أساليب الطب البديل. ولهيك تعرضت أساليب العلاج بالحجامة للنقد من تجاه معارضي أساليب الطب البديل. وفقاً لدراسة علمية أجريت للمقارنة بين الدم المأخوذ من الوريد والدم المستخرج بعد الحجامة، تبين أنه في اختلاف من حيث التركيب، حيث كان دم الحجامة بيحتوي نسبة أكبر من المواد قحمض اليوريك والكوليسترول والدهون الثلاثية، في حين لم يختلف الدم الحجامة كتير عن الدم الوريدي من حيث كريات الدم البيضاء، لكنه فاق الدم الوريدي بشكل كبير من حيث كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين، في حين احتوى الدم الحجامة نسبة أقل من الصفائح الدموية مقارنة بالدم الوريدي. وأشارت دراسة أخرى أيضاً إلى وجود اختلافات معتبرة بين دم الحجامة والدم الوريدي من حيث التركيب الكيميائي الحيوي والهيماتولوجي وتركيب عوامل المناعة.
طب هلا خلينا ننتقل على الطب التقليدي. يدعي انصار العلاج بالحجامة انه يعمل على تحسين حالة الجسم البدنية والنفسية بالاضافة لعلاج العديد من الاضطرابات الدموية مثل الانيميا والنعور وبعض حالات الروماتيزم وبعض الاضطرابات الجلدية مثل الالتهابات وحب الشباب، ويدعي البعض بانه يعمل على رفع الخصوبة عند الاناث، لكن هذه الادعاءات لا يدعمها الطب الحديث. طيب شو الفرق بين الحجامة الرطبة والحجامة الجافة؟ الحجامة الرطبة بتم عن طريق شرط الجلد بمشرط جروح صغير ووضع كاسات الهواء الجافة فوقها، بتم تسريب الدم عن طريق إحداث ضغط ماس للدماء والتراكمات الدموية بتلك المنطقة. الحجامة الجافة وهي مشابهة لطريقة الحجامة الرطبة تماما ولكن دون شرط الجلد وتشريحه، حيث لا يتم فيها تسريب الدماء ولكن تغيير ضغط الجسم الداخلي والخارجي، وبتترك الكاسات بقع دائرية حمراء على الجلد وبتختفي بعد فترة قصيرة. بوصاية من النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، وقال: إن كان في شيء ما تداوون به خير ففي الحجامة. طيب برغم الطب الحديث ما بيعترف بالحجامة، لا أبطال الأولمبياد لجأوا للحجامة. سباح الأسطوري مايكل فيليبس وعلى كتفه أثار الحجامة. أثار اعتماد الأبطال المتنافسين في الأولمبياد ريو 2016 على الحجامة موجة من التساؤلات بشأن فوائد هذه الطريقة من الطب البديل التي يعتمدها أقوى رياضيي العالم. وتركزت الأنظار بأولمبياد ريو على أسطورة السباحة الأولمبية الأمريكي مايكل فيليبس يلي شارك بخمس دورات أولمبية وحقق 23 ميدالية بين 19 ذهبية. وما كان مايكل فيليبس الوحيد يلي ظهرت على جسده الدوائر الحمراء يلي بتتركها عملية الحجامة، بل ظهرت على جسد مواطنه لاعب الجمباز أليكس نادور المشارك بأولمبياد ريو. وبقول الرياضيون انه بيعتمدوا على الحجامة لتخفيف الإجهاد والألام ولتساعدهم بالتعافي من الجهود العضلية يلي بيبذلوها خلال التدريب والمنافسات. وهناك العديد من التقنيات يلي بيستخدموها الرياضيون للتخلص من الأعراض السابقة مثل حمامات الثلج والساونا والمساجات الرياضية، لكن الحجامة وحسب ما قال نادور لموقع USA Today كانت أفضل من أي شيء آخر جربته. وأضاف أليكس نادور: كان ذلك السر الذي استخدمته خلال العام الماضي للحفاظ على صحتي، لقد وقاني من كثير من المتاعب. ويبدو أنه فيليبس بيعتمد تقنية الحجامة منذ وقت طويل، فقد نشر على حسابه على الإنستغرام عدة مرات بإجراءه لعملية الحجامة من قبل طاقم الطبي. مثل ما ذكرنا عن فوائد الحجامة، وكرأيي الشخصي للحجامة هي علاج وهي وقاية قبل ما تكون علاج لأي مرض. وبهمني شوف وأعرف شو نظرتكم للحجامة من خلال التعليقات. بشوفكم بفيديو تاني. باي.